شهر الكرامة والأمجاد، وفيه الخير عامم والسايل. وده شهر الكرامة والأمجاد، الخير عامم والسايل، ويا حسرة على ذول الأمجاد ولا مد ايده للسايل. يا عيني 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 يا عيني. لازم نذكر الناس برضي نعم بشهر رمضان من خلال مولد قطب الصعيد واسد الصعيد سيدي عبد الرحيم الجناوي. نعم. اللي احنا عارفين ان 15 شعبان بعد 15 يوم بيبقى شهر رمضان. بقول له ايه الندة طل الهلالك، ده حوار بين الندة والان شهر رمضان. ان طل الهلالك مشتاق اظهر يا غالي. نعم. ايه حتاخد من جمالك غير نور اخضر هلالي. يا سلام يا سلام. المدنة طل الهلالك. نعم. مشتاق اظهر يا غالي. ايه حتاخد من جمالك. نعم. غير نور اخضر هلالي. هلالي. الحوار اللي هو بين المدنة. صحيح. وهلال رمضان يا حاج عبد الستار. شهر رمضان هو شهر كريم وشهر الناس بتستناه وتستقبله بالحفاوة وتستقبله بالاحتفالات وتستقبله بالاستعدادات. وفي ناس بتصوم في شعبان كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم استعدادا أو تمرينا للصيام في رمضان. شهر رمضان أيضا من الشهور الكريمة الشريفة، وشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن. سبحان الله. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن لم يعني لو ما حصلش حاجة في رمضان أو لو ما كانش شرف لرمضان غير نزول القرآن فيه لكفاه. يعني يكفي شهر رمضان إنه القرآن الكريم تنزل في هذا الشهر. بيقولوا في ليلة القدر يا حاج عبد الستار. نعم، يعني هو مش تنزل كاملا في شهر رمضان، لكن يمكن بدأ نزوله في شهر رمضان. طب انا بقول ايه يا حاج عبد الستار؟ ايوه بقول في ليلة القدر مولاه. نعم. الغار فجر سكونه بالوحي، رفعه وعلاه. نعم. امره. نعم. في كافه ونون. نعم. نعم. في ليلة القدر مولاه. الغار. نعم. فجر سكونه. نعم. بالوحي رفعه وعلاه. نعم. امره في كافه ونون. نعم. صحيح. ثم سيكون. نعم. نعم صحيح. وعلى فكرة الصوم في شهر رمضان الناس بتعزه جدا، يعني لو واحد افطر في شهر رمضان كل الناس بتكون ضده وكل الناس بتسيء إليه وبعدين بتنهره وبعدين بتشتمه أحيانا. وعلشان كده أي حد بيفطر في رمضان لعذر حتى لو كان لعذر شرعي بيتوارى عن الناس، يعني ما يتكلم ما يفطرش جهارا أمام الناس. رمضان والصوم نعمة للناس طايع وعاصي. رمضان والصوم نعمة للناس طايع وعاصي. للخير ننظر، ننظر يعني ننظر 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 للخير ننظر ونعمة عن وجه شر المعاصي. بسم الله. يعني دي شيء إلهي سبحانه وتعالى. شهر رمضان بالذات أي إنسان حتى ولو كان من الفجار أو من الناس المنحرفين في شهر رمضان شيء داخلي من جواه بيخليه يتجه إلى الخير ويبتعد عن الشر حتى لو كان هو شرير. هو شهر غسيل النفس البشريه. صحيح. صحيح. في شيء الهي طبعا، في شيء الهي انه هو يجبرك عليه، يجبر الانسان مهما كان هذا الانسان سلوكه
المنحرف يجبره على انه هو يعني يتجه الى الله سبحانه وتعالى ويرتاد المساجد ويصوم ويصلي وعلى فكرة حتى يصوم عن الكلمة البذيئة، لأن الصوم مش عن الأكل والشرب بس، الصوم أيضا عن كل كافة المعاصي حتى ولو بالكلام. نعم.